السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع تيزي وزو اللي نقف على الأشغال تاع الترميم وتجديد فندق عمراوة واللي ما زالها متواصلة رغم التأخر الكبير الذي تعرفه هذه العملية نتاع الترميم إذن تاع فندق عمراوة اللي يعود إلى الثمانينة في القرن الماضي واللي تاع يعني من تصميم المهندس الكبير فرنون بويون، وكذلك هذا الفندق اللي تابع للقطاع العام نتاع تسير فنادق هادية. إن شاء الله الفندق هذا الأشغال هذه تنتهي وينضاف يعني إلى القدرات السياحية والفندقية لولاية تيزي وزو. أترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.